الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الموضوع ديال اليوم إخواني أخواتي متتبعين قناتي هو نقل هاد الشجيرة أو هاد النبتة ديال الخزامة. كما كتشوفوا هنا الإناء اللي هي فيه ها هو صغير عليها، أنا شريتها هكا. هادي البنات الخزامة كما كتعرفوا جميع عندها منافع كثيرة، وهذا نبات خارجي يعني خصو يكون محطوه في الشمس باش يكون عندنا الإزهار. أنا يلا خديته وبغيت ننقلو في واحد المكان أوسع باش يكون عندي في الفترة ديال الزهور، هو يكون ترعرع مزيان وشد البلاصة مزيان، يكون عنده كون واحد الجذور أكثر باش يعيش عندي ان شاء الله الرحمن الرحيم اكبر مده. كما قلنا اخواني اخواتي، ملي كنبغوا نشدوا شي نبات كنبغوا نغيروا ليه المكان، كنحرصوا على خصو يكون عنده واحد الفتحات لتحت باش يتسرب هذاك الماء الزائد. بزاف الناس كيجوا كيحولوا نبته من نبته من واحد المكان صغير لواحد المكان كبير وما كينتبهوش. انا هادو يلاه هاد الفتحات يلاه درتهم كانوا مطاسين وانا يلاه درتهم، وما كينتبهوش باش يكونوا فتحات باش يتحيد هذاك الماء الزائد اللي كيقدر من بعد يضرروا الجذور ديالنا. بسم الله على بركه الله. هادي عندنا حنا هاد لاتورب هي درتها هنا، سبق ليا شوية سقيتها. هانتوما كما كتشوفو هي إيميت. بسم الله ندير واحد الشيء واحد القضية الإخوة الكرام، هي ملي نبغو يكون عندنا واحد النبات بحال هكا خاصنا ملي نبغو نغيرو له البلاصة. هانتوما شوفوا الطريقه، كنشدو من هنا نورمالمون كنبقاو شويه نضغطو هنا في الجنبات باش نديرو واحد الفج هنا باش يجينا ساهل ملي نبغوا نخرجو. هانتوما بسم الله على بركه الله. هانتوما بسم الله، هانتوما شوفوا ما شاء الله. هانتوما ديما ملي تبغوا تغيروا المكان حرصوا على هذا المجموع الجداري ما يتفككش، يبقى هكا باش هاد الجذور ما يضربهمش لنا البرد. نجوا للوسط وتبارك الله ما شاء الله واحد الريحه فيها زكيه بزاف. هذه كتعتبر من النباتات العطريه وهي راه مفيده للصحه وعندها منافع كثيره خصوصا في هذه الفتره ديال البرد. وبزاف الاخصائيين في هادشي تاع التغذيه هما يفيدونا اكثر مني انا اللي كنهتم به هو الرعايه ديال النباتات وللفاج ديالها النمو. اما بالنسبه للمنافع هي راه عندها منافع كثيره، حتى الوالدين ديالنا راه كيعرفوها راه كيستعملوها في بزاف د الحوايج. يعني الانسان ملي كيكون ضاربو البرد كناخذو هذيك لي غرين ديالها هي، من بعد مني غتكون غدير الازهار غنشاركها معكم ان شاء الله ما نسبقش الاحداث. وهذوك لي غرين اللي كيخرجوا اللي كناخذوا من الزهره ديالها هما اللي كي نستافدوا منهم. بسم الله كنجو للجنابات وكنضغطو باش كنحيدو هادوك الجيوب الهوائيه باش الجذور ديالنا ما يتضرروش. هكا هانتوما ما شاء الله، هذه هي الخزامه.
دابا بقى لينا نسقيوها ان شاء الله. غنسقيوها. بالنسبه للسقا هاد السقيه الاولى كتكون شويه غزيره انتوما، غنتسناو شويه تي يهبط، الا خصها غنزيدوها. دابا حنا كنا درناها في مكان ظليل، ولكن من بعد غنطلعوها للسطح باش تولف على الشمس، حيت اصلا هي نبات خارجي ديال الشمس. اخواني اخواتي اللي اول مره كيشوف هذا الفيديو، ما يبخلش علينا باللايك والاشتراك. ثم المتتبعين ديال القناه اصدقاء ديالي، كنشد على يديكم واحد واحد، كنقول لكم شكرا، شكرا على دعمكم المتواصل، شكرا على اشتراكاتكم وتعليقاتكم المحفزه. مبقى ليا غير نقول لكم السلام عليكم، والصلاه والسلام على رسول الله.